السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة. يعني ما عرفتش اليوم شحال من الموضوع ممكن أنني نهضر فيه، ولكن نبدأ بالبداية، وهي يعني التصريحات ديال العثماني، سعد الدين العثماني. نحن كلنا نعلم أن واحد يعني هذا سعد الدين العثماني مجرد يعني معتوه أو دمية تحرك يعني بأيادي القصر، يعني وكل ما يفعله ويقوله لا يخرج يعني عن إطار إرادة محمد السادس والعصابة الحاكمة. إذا استثنينا دوك الخرجات الغريبة المضحكة التي تجعل منه يعني سخرية أمام جميع المغاربة، لكن الخطيرة في الأمر هو أن هذا التصريح هذا الذي يعني وراءه ما وراءه، العثماني يتحدى المغاربة ويرفض زعماء دعوات زعماء الأحزاب السياسية لسحب قانون تكميم الأفواه. يعني السحب يعني سيتطلب العديد من المجهودات، سواء بالنسبة للإخوان الناشطين على الفيسبوك ولا الحقوقيين ولا أي واحد. فالمقال يقول أن اختار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لأن له واحد التصريح اللي هو خطير ويستهتر يعني بردة الفعل ديال المغاربة جميعا الذين استنكروا يعني هذا القانون ودخلوا في تحدي مع الدولة أن هذا القانون لا يمكن أن يمر بأي شكل من الأشكال. سعد الدين العثماني سياسة الهروب إلى الأمام وعدم مواجهة الحريق الذي نشب داخل بيت الحكومة بين وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير العدل محمد بن عبد القادر، وهو ما يهدد التحالف الحكومي. يعني هذا التسريب يعني يعتبر، يعني أنا حسب قراءتي، هو التسريب في حد ذاته هو يعتبر لعبة يعني ما بين الأحزاب السياسية. أنت اللي سربتي، لا أنا اللي سربت، لا أنت سيبت. إحنا المشكل ديالنا كمغاربة هو أن هذا القانون مطروح للمصادقة عليه. وكشف ما كشفت مصادر مطلعة للمنبر زنقة 20 أن عددا من زعماء التحالف الأغلبي إضافة إلى نبيل بن عبد الله طالبوا العثماني بالتدخل لإنهاء الحرب الداخلية والخروج للرأي لتوضيح خبايا مشروع القانون، لأن المسائل بزاف الحوايج ما زالت يعني مبهمة. وأضافت المصادر أن العثماني رفض تقديم توضيحات، يعني هو رفض التعليق وخلى الأمور يعني كما هي. يعني لعل يعني هذه الموجة ديال الغضب يتم امتصاصها، يعني هذا ما يبين أن كان هناك واحد النية مبيتة لتمرير هذا القانون. وربما داك التسريب لحو لكم باش يعني تغوتوا واحد شوية ويتم تفريغ الطاقة، ولا علاش وكيفاش وعاوتاني عاود يطرحوا لكم مرة أخرى عاوتاني، غادي تخرجوا بواحد الغضب اللي هو أقل من الغضب اللي الذي أبديتم في المرة الأولى والمرة الثالثة. فحتى يعني يقل الاعتراض فيتم تمرير القانون. وهذه من الخطط ديال الدولة ديال العصابات التي مارستها في العديد من المرات، رفض تقديم توضيحات في الموضوع معتبرا أنه لا يمكن مسايرة مواضيع الفيسبوك. يعني فهو اعتبر يعني هذا الاعتراض ديال المغرب كله، سواء اللي في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا على أرض الواقع، ينددون يعني بهذا القانون، هو يعتبره مجرد كلام ديال الفيسبوك لا يستحق الرد. يعني إذا كان الفيسبوك يعني مجرد لعبة، فلماذا يختاروا رئيس الحكومة المغربية أن يكون له صفحة على الفيسبوك؟ فاش كيبغي يكذب علينا ويقولنا هذا مجرد زكام، يستعمل الفيسبوك كي يخاطب يعني الشعب المغربي ويغلق عليه. هل يجب أن نعتبر كل تصريحاته وكل ما ينشره على الفيسبوك حنايا يعني هو كلام فيسبوك لا يؤخذ على محمل الجد؟ فوزير الشغل حتى هو شفت واحد الفيديو ديالو، خرج وقال لهم بالله يعني هذا القانون إذا ما عجبش سيتم صياغته مرة أخرى، يعني غيبدلوا المصطلحات ويبدلوا الكلام اللي فيه ولكن القانون يعني حسب جميع التصريحات كاينه واحد النية مبيتة لتمريره بأي وجه من الأوجه لحماية مصالح أخنوش ومصالح محمد السادس وباقي الناس اللي عندهم شركات اللي هم سياسيين وما كيبغيوش الضرر للشركات ديالهم، سواء بالمقاطعة ديال المنتوجات ديالهم،
سواء يعني بالانتقاد ديال المنتوجات. فقلنا أن وزير الشغل يقول أنه سيتم إعادة الصياغة مرة أخرى، وإلا ما عجباتش ديك الصيغة الثانية غنعاودو صياغته مرة ثالثة، في حين أن يعني مجرد وجود قانون يعني بهذه البنود وبهذا الشكل فهو يعتبر جريمة في حق المغاربة ويجب سحبه كاملا، وما كاين لا إعادة صياغة ولا تا شي حاجة. وعلى المسؤولين إلا كاين شي مسؤولين في هذه الدولة أن يجيبوا المغاربة ويردوا عليهم، وما يخليوش يدخلوه يعني في إطار الحملات الانتخابية اللي شي وحدين بداو كيستغلوه يعني أنهم مع الشعب وأنهم كذا وكذا. لا يهمنا يعني في إطار أن هذه السياسة اللي هضرنا عليها وهذه الطريقة في التعامل مع المغاربة أنهم كيحاولوا يعني امتصاص الغضب يعني، فوزير الداخلية أيضا أو وزارة الداخلية التزمت الصمت حيال قضية أمي ربيعة التي تم اغتيالها بمعنى الكلمة من طرف المقدم ومن طرف القايدة وبعض أعوان السلطة يعني من خلال العنف الذي مورس عليها، وشفناه في فيديو أمام أعيننا. فانسحبت القائدة واختفت من المشهد وما بقاتش كتبان، ويعني بيان وزارة الداخلية اللي خرج في الأول وقال لك ما تمارسش العنف وما تمارسش كذا، من بعد ما خرج الفيديو واتضح أنه يعني مورس العنف عليها، فالتزمت الصمت وخلت المغاربة ينساو. والمشكل فعلا أن المغاربة بداو تينساو، ودخلت مواقع التواصل الاجتماعي فالأغلبية ديال الصفحات ولا هذا التزمت الصمت حيال هذا الموضوع، وكأنها يعني هي واحد يعني واحد القنبلة يجب أن تنفجر في واحد اللحظة نهضروا عليها داك الشيء يعني بحال كانت تلهو بها ومن بعد خصنا نسكتوا. لا، هناك واحد الروح اللي هي طاحت وزهقت روح على يد وحدة اللي ممثلة للسلطة ممثلة للقصر الملكي كتطبق القوانين في واحد الإطار اللي هو خارج قانوني، فلن نتركها ونحن سنلاحقها دائما يعني، وندكر المغاربة بهذا الموضوع، وعلى المغاربة أن يتفاعلوا مع مثل هذه المواضيع. ويعني روح أمي ربيعة ليست أهم من صندوق الحامض ولا صندوق التفاح. وفي النهاية يعني باش ما نطولش عليكم، غادي يعني واحد الأخبار اللي هي مهمة غادي نديرو عليها واحد الجولة خفيفة وبالزربة، يعني إصابة أمنيين بفيروس كورونا وإغلاق دائرة أمنية بمدينة مراكش يعني على إثر إصابة عناصر يعني يعني منهم المقدم وضابط أمن يزاولان مهامهما بالدائرة الأمنية السادسة بسيدي يوسف بن علي بمراكش. نقلا نقل يوم أمس الخميس إلى المستشفى قصد إخضاعهما للعزل الطبي نتيجة تأكد إصابتهما بفيروس كورونا. ويعلم الله هذا الشيخ وهذا الضابط يعني شحال دفعوا من عم واحد مغربي في الزنقة، وشحال من واحد قابطوا معاه، وشحال من واحد ضربوه، وكان هناك احتكاك واختلاط وتقارب بدون وقاية. الشرطة يعني في خدمة الشعب يعني من حيث نشر الوباء. وفي نفس الإطار تسجيل وفاة يعني بسبب الوباء يعني في صفوف الجنود المغاربة جندي بتكن بمدينة فاس. عاشت السكن العسكرية ظهر المهراز بفاس استنفارا خلال 48 ساعة الماضية عقب الوفاة المفاجئة لجندي في عقده الرابع. أظهرت التحاليل إصابة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أمراض مزمنة. ما غاديش نطول مع هذا الخبر، هذا يعني يكفي نقله كما هو. وفي إطار البلطجة التي تمارس من طرف الدولة ومن طرف النظام، وتم تفويض هذه السلطة وهذه البلطجة دابا للقياد والمقدمين والشيوخ، فعون سلطة وبلطجي يعتديان على مراسل جريدة العمق بإفران. هذا ما يبين أن يعني في ديك الحاميه وداك الجروب اللي كيكونوا كيتسارى وداك القائد ومعاه المقدام وسميتو كيكونوا فيما بينهم بلطجيه. الدوله تستعين ببلطجيه للاعتداء على المواطنين وللاعتداء على الصحفيين في تصرف طائش ويخالف القوانين الجاري بها العمل. اقدم عون سلطه من درجه شيخ بمدينه افران على عرقله عمل مراسل جريده العمق بالمنطقه محمد اهرماش، وذلك حينها
كان الأخير حين كان الأخير يمارس دوره المهني في استقاء تصريحات بائعي الخضر وسط سوق المدينة. وهذا المنظر شفناه في العديد من المدن والعديد من الفيديوهات، أن الاعتداءات دابا جارية على قدم وساق ضد يعني الباعة المتجولين، هما لأن الخضراء يتم الاعتداء عليهم من طرف المقدمين دابا ومن طرف القياد، ومني كيجي شي حد كيصور ولا هذا فيعتدون على المصورين، واخا يكون داك المصور عنده الرخصة، واخا يكون يحيدوا لك الكاميرا يحيدوا لك الميكرو كما طرى مع هذا، حيدوا له الميكرو هرسوا له الكاميرا، فتم نقل الخبر على جريدة العمق. ومن بين المواضيع التي أتجنب الكلام فيها كثيرا، ولكن في بعض الأحيان فمن الضروري أن تتكلم وتوصل الرسالة، يعني هذه الكاميرات الخفية التي يعني تيجهلوا في هذا رمضان هذا وكيكتروا وكيحاولوا يقنعوا الناس أن يعني كاينة هناك كاميرا خفية، فهناك خبر مصدر للعمق، خلي بالك من في مقلب مفبرك. يعني هذه واحد الكاميرا خفية اللي كيشاركوا فيها الممثلين المغاربة، وهذه أجور الممثلين. علمت جريدة العمق من مصدر مطلع أن القناة السعودية MBC 5، والتي يعني في هذه الفترة تمرر واحد الرسائل اللي هي خطيرة بالنسبة للمغاربة، الموجهة للمغاربة، منحت مبلغ 1500 دولار أمريكي، يعني 1.5 مليون لكل واحد كيشارك في هذا البرنامج هذا، على اساس انه كاميرا خفيه، وعلى اساس ان الممثلين ما عارفينش ان مديره فيهم كاميرا خفيه، اي ما يعادل 15000 درهم مغربي للفنانين المغاربه الذين شاركوا في برنامج الكاميرا الخفيه خلي بالك من فيفي، وانه مقلب مفبرك، يعني لا داعي للاطاله في الحديث. فاضاف المصدر ان القناه تكفلت بمصاريف التنقل حيث تم الحجز للفنانين في درجة رجال الأعمال ومكثوا في مصر 4 أيام داخل أحد الفنادق ذات 5 نجوم، يعني كيمشي بالطيارة مخلصة بالفندق ديالو 4 أيام، واكل شارب لابس وكيرجع معاه 1.5 مليون، يعني وكيحاول يوهمك نتايا أن كاين كاميرا خفية وكيخليك تتفاعل مع شي مشاهد ولا شي أحداث اللي ما عرفتش أنا شنو هي أصلا. المهم تجنبوا تلك الكاميرات الخفية التي تضيع من وقتكم وتغسل الأدمغة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم.